8، نبيل الخضري رقم 2 مفتاح عاشور 24، المغربي سعد الغرباوي رقم 29، وبكاكي كريستال انجولي رقم 9. هذه التشكيلة الأساسية للمدرب برانكو. إذا على بركة الله صفرة حكم اللقاء أيوب الفرجاني يعني انطلاق هذه المباراة. ترجع للمتابعة وانطلاقة سريعة من جديد، والتغطية حاضرة، تغطية حاضرة بعكاشة، كرة طويلة من عكاشة. عكاشة فكرون، أحمد فكرون لمروان، مروان صوعي، معز العمير، العموري. التفاف دوران وانطلاقة من جديد في هذه الكرة عن طريق اللاعب كريست جونيور. كريست يمشي كريست. كريست والمتابعة موجودة في هذه الكرة عن طريق أبو القاسم رجبي، يتابع في هذه الكرة. تلعب الكرة أحمد فكرون، أحمد فكرون عالية وأعلى من الجميع، يسيطر على هذه الكرة. حمزه البرجي من نقطه، من اعلى نقطه حمزه البرجي، خروج ممتاز في هذه الكره. الموسم اللي مباشره من موسم 98 99 وطير على التوالي، ترجع لسعد العرباوي. سعد اللي يلعب كره اماميه، تعود مره ثانيه وانطلاق على طريق مفتاح عاشور يراوغ ويلعب كره ممتازه، ومحاوله تصويب ويصوب والحارس موجود. سعد العرباوي يسدد، الغرباوي يسدد والحارس في التوقيت والمكان المناسب، في التوقيت والمكان المناسب حارس المرمى حمزه البرجي يمنع دخول اول اهداف المباراه لهذه الكره. ترجع الشعافي، علي الشعافي طويله من الشعافي، الشعافي سعد، ترجع مره ثانيه لمفتاح عاشور يلعب كره اماميه، والمتابعه موجود على طريق سعد الغرباوي. سعد الغرباوي وركله جزاء، ركله جزاء لصالح الاتحاد المصري. شفنا امامنا لقطه الاعاده وكرة اللعب مفتاح عاشور، والتوغل اللي كان موجود، والتغطية الدفاعية اللي كانت عن طريق المدافع أحمد الحارتي. وحكم اللي قال القرار الأول والأخير أكيد الحكم أيوب الفرجاني. أيوب الفرجاني يعطي ركلة جزاء لصالح فريق الاتحاد المصراتي. معز داموري وبكاكي كريست البرجي في هذه اللقطة، وتركيز كبير من حارس المرمى قبل تنفيذ هذه الركلة. مصراتي هذا الموسم هي هذه المباراة الثالثة اللي لعبها. متابع سعد الغرباوي، يتقدم الغرباوي، يتقدم سعد الغرباوي ويسجل سعد الغرباوي، يوقع اول اهداف في المباراه بكل ثبات. يختار الجهه اليمنى الحارس حمزه البرجي ويسجل سعد الغرباوي، يوقع اول اهداف في المباراه لصالح الاتحاد المصري. امام من الركله يركز ويلعب الكره على يسار حارس المرمى، يختار الجهه اليمنى حمزه البرجي. فرحة كبيرة أكيد على صعيد التسجيل أول هدف للاتحاد المصري في هذه البطولة. في انتظار التنفيذ، فراس جمعة يتقدم، فراس يلعب العطية، المتابعة وين عكاشة، وين تعلي، علي وين تعلي، بعيدة جدا على إطار مرمى الحارس علي الشعافي. خرج رضية الميدان في الجانبية، تلعب كرة أحمد، أحمد زكي، مروان سعد وسعد الغرباوي يزلف سلامات إن شاء الله لعبد الملك عبيد. تدخل قوي جدا من اللاعب المغربي سعد الغرباوي، والف سلامات ان شاء الله لعبد الملك عبيد. الغرباوي امامنا لقطه الاعاده، والتدخل كان هذه لولا ما خرجنا، عودنا الثانيه، هذه الابعاد الاول بالفعل، هاي الثانيه كره سعد الغرباوي مع لاعب عبد الملك عبيد. البرجي يتد الغرباوي فرصه تضيع مره ثانيه لصالح الاتحاد المصري، فرصه اخرى تضيع لصالح الاتحاد المصري، والتغطيه الدفاعيه بكل امتياز. امامنا لقطه الاعاده، والكره خارج ارضيه الميدان، الكره مقطوعه وكره اماميه بتجي احمد زكي، والكره اقرب لحارس المرمى. فراس يلف وراس ويراوغ الاول، يراوغ الثاني، فراس وحكم اللقاء يقول ما في شيء بهذه الكره. الكره في الجهه اليمنى بتجي احمد الميري بعيد على الجميع، احمد الميري ولا سهله عند الحارس علي الشعافي. لكل المجهودات هو سعد الغرباوي، بعيد سعد الغرباوي. اذا خطر لصالح المحله عبد المنعم عكاشة، وفراس جمعة، فراس يترك التنفيذ عن طريق كرة ملعوب عالية داخل مناطق الجزاء، ترجع لعبد الملك، عبد الملك عبيد. تغطية كانت ممتازة، عكاشة يمشي لأحمد الميري، أحمد الميري عالية وكرة ملعوبة داخل مناطق الجزاء، ورويد خارج أرضية الميدان. العلوي معز العموري غادر، ومعاد العلوي رويد يلعب العطية، والمتابعة من حارس المرمى يتبعها الكرة. كريست والحارس موجود، علوي عكاشه وعاليه وملعوبه داخل منطقه الجزاء، والمتابعه موجوده. جول هدف التعديل ياتي لصالح لاعبي فريق المحله عن طريق احمد الزكي العلواني. برجي على سار حارس المرمى علي الشعافي، الالتفاف دوران، تسديد مباشره في المرمى
مساعة كبيرة وتعديل أو ثار نتيجة المباراة عن طريق الأداء في القناص أحمد زكي العلواني ويلعفت ويلعفت أحمد فكرون أحمد فكرون ويلعفت وخطأ لصالح اللاعب أحمد الميري. إذن خطأ لصالح اللاعب أحمد الميري. زكي العلواني عكاشة عكاشة يلعب كرة عالية ترجع الكرة من جديد أيمن عمير أحمد فكرون أحمد فكرون كرة ممتازة من فكرون وخروج ممتاز كذلك من حارس المرمى حمزة البرجي. بكاكي كريست بكاكي بكاكي يمشي بكاكي يحاول مرغو يلعب العرضية من التابعة والمتابعة عن طريق حارس المرمى يتدخل ويسيطر على الكرة الأخيرة. بتأخير وانطلاقات عمير بالجهة اليمنى عمير حاول التقدم فيراس فيراس جمعة فيراس جمعة يلعب البينية فيراس جمعة داخل منطقة الجزاء وحارس المرمى يتدخل في هذه الكرة. أيوب الفرجاني لتنهي دقائق هذه المباراة بتعادل عادل بين الفريقين.